بينما كان الجميع منهمكا بالتصريحات والغزل التركي الموجه للنظام، وفي الوقت الذي كان الكل فيه منشغلا بتحليل هذه التصريحات وقراءة أبعادها، انطلقت قذائف مدفعية ميليشيا النظام في ريف حلب لتشارك مدفعية قسد باستهداف القوات والقرى الحدودية التركية صباح الثلاثاء، ليرد الجيش التركي بغارة جوية أوقعت أكثر من 20 قتيلا في صفوف هذه الميليشيات. ثم تابع الأتراك حديثهم عن التطبيع مع دمشق وضرورة الحوار بين المعارضة والنظام من أجل الوصول إلى سلام. هكذا بكل بساطة، تصعيد عسكري وضحايا مترافقا بحديث عن المفاوضات والتطبيع والحل السلمي. في الحالة الطبيعية كنا سنجد كل الأتراك، الحكومة والمعارضة، السياسيين والإعلاميين، الجميع متوحدين خلف خطاب واحد، هو خطاب الانتقام. لكن ما حدث بالأمس هو أن الرد التركي جاء قويا وعنيفا بالفعل من الناحية العسكرية، لكن من الناحية الدبلوماسية لم يبدو أن هناك ما طرأ. فوجدنا وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو يتابع الحديث عن ضرورة جلوس المعارضة والنظام على طاولة الحوار، بل وخرج مسؤولون في حزب الوطن التركي ليعلنوا توجههم إلى دمشق للقاء بشار أسد في قادم الأيام. في الحالات الطبيعية أيضا كنا سنشاهد مسؤولي وأبواق النظام يرعدون ويزبدون تهديدا وتنديدا وصراخا. صحيح أنه لن يجرؤ على الرد بكل الأحوال وسيكتفي بمجرد العويل، لكن اللافت هذه المرة أنه حتى الصراخ والعويل غائب، واكتفى إعلامه بإذاعة الخبر مقلصا عدد قتلاه إلى 3 فقط. إذن نحن بالفعل أمام مرحلة تهدئة وسعي للانتقال بالصراع إلى حقبة جديدة تشمل التفاوض والحوار على أمل أن تفضي إلى التطبيع والسلام. هذا بات واضحا للجميع ليس منذ الأمس فقط، ولا حتى منذ يوم الخميس الماضي عندما قالت شاويش أوغلو إنه يجب أن يصل السوريون إلى مصالحة أو اتفاق، بل منذ أن قال إن بلاده مستعدة لتقديم كل الدعم السياسي للنظام من أجل التعاون في مكافحة الإرهاب. لكن كلما سبق وجد من وضعه في إطار المناورة السياسية من قبل أنقرة للتهرب من الضغوط الروسية أو لمجاراة مطالب موسكو بالملف السوري مقابل الحصول على مكاسب منها في ملفات أخرى سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك. كما وجد من وضعه في سياق التكتيكات الانتخابية، حيث استطاعت المعارضة أن تقنع طيفا واسعا من الشعب التركي بأن حلول المشاكل التي يواجهه اقتصاديا تكمن في التطبيع مع نظام أسد والتعاون معه لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وعليه فإن ما تطلقه الحكومة من تصريحات لا تعدو أن تكون تكتيكا مرحليا لن يصل بأي حال لنهايته المتصورة.